باسم واليا موريسو رئيس مجلس الإدارة لشركة إمرو سوليوشنز، لقد وصلتنا مجموعة كبيرة من رسائلكم، شكرا لكم. كل منكم سيأتيه الرد منا. نحتاج تعليقاتكم زبنائنا الكرام من أجل تطوير خدماتنا يوما بعد يوم. وقد تم إطلاق برنامج الشركة في 18 من سبتمبر أيلول 2020 بعد أن أجرى المنظم المالي الكندي مراجعة للحسابات وأصدر مجموعة كاملة من المستندات والتراخيص لإجراء أنشطة قانونية في جميع أنحاء العالم. قررنا إطلاق منصة إمرو سوليوشنز على المستوى الدولي. تقدم منصة إمرو سوليوشنز مجموعة من الفرص المهمة للأشخاص حول العالم، مثل الدخل اليومي المستقر والثقة في المستقبل والفرص الوظيفية الواعدة في الشركة. نقدر قادة الأعمال النشطين وندعمهم. يعتمد نموذج الأعمال الخاص بشركتنا على التداول في أسواق البورصة والعملات المشفرة، ويعمل المتخصصون لدينا بالاستعانة بأموال ضخمة تحت إدارتهم في أسواق البورصة العالمية. كما نعمل على تطوير استراتيجيات جديدة للتجارة الناجحة في أسواق أخرى. توفر لنا استراتيجية التداول الفريدة فرص كبيرة للنمو بشكل أقوى وأكبر كل يوم، وأن ندير كميات كبيرة من الأموال، وأن نعزز موقفنا المالي الإجمالي. وتقدم الشركة تقارير تجارية مفصلة بشكل يومي، ويمكن للجميع الاطلاع على الإحصاءات التجارية وأسماء الممتلكات التي يديرها التجار والأرباح التي يحصل عليها طوال اليوم إجمالي رأس المال في الشركة. إنها خطوة ضرورية للقيام بأعمال صادقة ومفتوحة في القرن 21. ومكتبنا الرئيسي في مونتريال كندا، وما عليك إلا أن تطلب زيارة مكتب الشركة، لأن بلدنا يشتمل على تدابير الحجر الصحي. إن الاستراتيجيات التي نستخدمها في التبادل التجاري العالمي تجعل من شركة إمرو سوليوشنز شركة مستقرة وموثوقة. إمرو سوليوشنز هي شركة تحميها رؤوس أموالها المعتمدة، كما أن الجهة التنظيمية المالية في كندا وحكومة كندا هي الضامنين للشركة. لقد وفرنا أساسا متينا للعمل الدولي. عندما تختار منا تختار الثقة في المستقبل واستقرار الأرباح والموثوقية وأمن الأموال. لقد تحسن النمو الاقتصادي وقابلية التوسع في شركة إمبيرو بشكل كبير هذا العام، وتواصل شركة النمو لنضيف قيمة إلى السوق العالمية. ونحن على حق نتوجه إلى الشركة الأسرع نمواً في القطاع الأكثر ربحية من النشاط المالي. في إمبيرو نساعد الأشخاص في إنشاء أعمال آمنة، ونولد إيرادات إضافية، ونحسن وضعهم المالي اليومي. وتساهم مبادئ العمل ونوعيته في توسيع الشركة في 164 دولة، الأمر الذي يعني نجاحاً طويل المدى وسمعة بشركة جديرة بالثقة ومعترف بها دولياً. وفي كل يوم نقوم بعمل رائع لزيادة نتائج أعمالنا والتأكد من شعور عملائنا بالأمان والراحة التامة من خلال الاتصال السريع بين العميل والشركة. عملنا ازدهارك. تحية ويليام موريسون.